بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المستوى الثالث، يسعدني جدا أن ألتقي بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس علوم البيئة على 201، وسيكون درسنا اليوم بإذن الله تعالى عن تدمير مواطن البيئة، فلنبدأ هذه الرحلة معا. في البداية أعزائي، مواطن أو البيئة هي عبارة عن منطقة تعيش فيها كائنات حية أيا كانت هذه المنطقة، ويطلق عليها التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هو عبارة عن تنوع الكائنات في نظام بيئي معين، سواء نظام اليابسة، نظام البيئة البحرية، أي نظام أيا كان، توجد في هذا النظام كائنات حية تعيش في هذا في هذه المنطقة. هذه الكائنات الحية تعتاد العيش في هذه المناطق، تتكيف مع الظروف الموجودة في هذه المناطق، ولكن يحدث أحياناً عملية تسمى فقدان الموطن. فقدان الموطن أعزائي هو عبارة عن اختلال الجزء الذي يحتاج إليه الكائن الحي للبقاء في نظام بيئي معين، فمتى ما اختل هذا النظام يفقد هذا الكائن موطنه. ومن أهم أشكال فقدان الموطن هي قطع الأشجار، فالأشجار تأوي الطيور والحيوانات المختلفة على سطح الأرض وما إلى ذلك، هذه كلها الكائنات تفقد موطنها عند قطع الأشجار. أيضا إنشاء المجمعات والأبراج السكنية، في الأصل تكون الأراضي عبارة عن مناطق تعيش فيها الكائنات الحية، فتزال هذه المناطق كلها لإنشاء المجمعات السكنية. أيضا تغيير الواحات، والواحات هي عبارة عن مناطق في وسط الصحراء، تغير هذه المناطق وتتحول إلى منتجعات سياحية. أيضا من أشكال فقدان الموطن هي تغيير مجاري الأنهار باستخدام السدود مثلا للتحكم في تدفق الماء، وشرحنا سابقا عن الآثار السلبية للسدود. ومن أشكال فقدان الموطن أيضا القضاء على المحميات الطبيعية، والمحميات الطبيعية أعزائي هي عبارة عن مساحات من الطبيعة فيها كائنات حية، فيها ظواهر طبيعية، ولكن تكون محاطة بحيز عازل عن نشاطات الإنسان، لا يتدخل فيه الإنسان أبدا، بل تعيش يعني هذه المنطقة في سلام وبعيدا عن جميع أنشطة الإنسان. فإذا قضيت تم القضاء على هذه المحمية، فستفقد الحيوانات والكائنات الحية في هذه المنطقة موطنها. عند فقدان الموطن بعض الحيوانات تهرب إلى مواطن جديدة وتتكيف معها ولا تتأثر بفقدان موطنها، ولكن هناك كائنات أخرى لا تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة، فماذا يحدث لها؟ عملية الانقراض، كما حدث للديناصورات. الديناصورات انقرضت، فالانقراض هو عبارة عن اختفاء لكائن حي من جزء من أو من جميع أجزاء المدى الجغرافي، فيفقد هذا الكائن الحي. ومن أسباب فقدان التنوع البيولوجي أو التأثير على الموطن الكائن الحي أو الانقراض هي ما يحدث في الغابات. ما يحدث في الغابات هو قطع الأشجار وإزالة الغابات لأغراض كثيرة، منها توفير أماكن العيش، أو أحيانا تحرق هذه الأراضي لإنتاج الأراضي الزراعية، وربما أيضا يتم إزالة هذه إزالة الغطاء النباتي أو الأخشاب لتصدير الأخشاب والاستفادة منها اقتصاديا، أو إزالة الغابات أيضا لغرض زراعة الحشائش. تزال الغابات وتزرع مكانها الحشائش لتصبح مراعي للحيوانات، وحتى يتم بيعها وتصديرها كذلك. أما ما يحدث في البيئة البحرية، فأحيانا يتم تدمير الشعاب المرجانية التي تناولناها سابقا في درس سابق،
تدمير الشعاب المرجانية أيضا لإنشاء شواطئ جديدة أو من خلال عمليات الصيد الجائر، فتتدمر الشعاب المرجانية وبالتالي هذه الكائنات الحية التي كانت تعيش في هذا الموطن أيضا ستفقد موطنها. وربما أيضا تحويل مجاري الأنهار يؤدي أيضا إلى نفس النتيجة. وهناك أعزائي أيضا أهمية كبيرة للتنوع البيولوجي، ومنها أثر مباشر على الإنسان بشكل مباشر. فالتنوع البيولوجي يفيد الإنسان بتوفير مادة جينية جديدة لزراعة محاصيل زراعية، بحيث أن هذه المحاصيل تكون ذات جودة عالية وتقاوم التغيرات البيئية والظروف الصعبة البيئية. وأيضا نقطة أخرى، فإن معظم النباتات تدخل في صناعة الأدوية مثل أدوية السرطان، أدوية الملاريا، وكثير من الأمراض تدخل في صناعتها الكائنات الحية الموجودة في هذا التنوع البيولوجي. وهكذا أعزائي الطلبة والطالبات الكرام، نختتم درس تدمير مواطن البيئة. أراكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى من مقرر على 201. تحياتي لكم.